عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ لايف جديد، وهنتكلم النهارده عن موضوع العصر، الكلام الكتير جدا اللي مالي السوشيال ميديا ومالي الواتساب ومالي كل حته. جروبات الامهات في انقلاب رهيب، جروبات النوادي، الكورونا فيروس. طبعا ربنا يحفظنا ويسلم كل مريض او كل حد خايف ان الكورونا تجيله، يعني لا قدر الله. انا اتفرجت على كم فيديوهات وقريت كم ابحاث مش طبيعيه عن الموضوع ده، يمكن اتاخرت شويه عشان اتكلم فيه، بس انا جمعت لكم الخلاصه عن الموضوع بشكل علمي. هندخل شويه كده العلم وروحانيات في الموضوع. الكورونا فيروس هو فيروس سمي بالكورونا لانه شبه التاج. الكورونا فيروس ده موجود من فتره طويله جدا. الكورونا فيروس ده عيله كبيره، العيله دي المفروض ان هي ادت الى مشاكل صحيه كتيره للناس على مر الزمن. الكورونا فيروس المستجد اللي موجود حاليا عامل هلع كبير جدا، مع انه فيروس زي اي فيروس، المفروض ان هو مش هنقول عليه كائن حي، ولكنه وجوده مرتبط ارتباط شديد بوجود الهوست. الهوست اللي هو مين؟ الخلية اللي هي الفيروس هيدخل جواها ويتملك كل الحاجات او كل الخلية عايشة عليه، ويبتدي يحتلها زي البلطجي كده، ويبتدي ان هو يتكاثر ويحصل حاجة اسمها كلاسترينج، يتكاثر وبعدين يبتدي يضر الانسان او الحيوان اللي كان هو فيه اصلا. فوجود هذا الفيروس مرتبط بوجود الهوست او اللي بنقول عليه اللي هيقدر ان هو يحتل، هو بيحتل الخلية ويبتدي تظهر شراسته. مشكلة الكورونا فيروس المستجد اللي هم بيقولوا عليه زيه زي اي فيروس بيسبب الفلو او البرد وبعد كده الانفلونزا وبعد كده الالتهاب الرئوي، ان هو سريع الانتشار جدا، سهل قوي انتشاره، وده اللي دايما الناس العلماء دلوقتي بيعدوه خلال الفتره اللي فاتت، ان هم عمالين يقولوا ده كل اسبوع بيزيد بنسبه كذا، ده لو احنا حسبنا بقى بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنه، لا قدر الله هيبقى الموضوع مأساوي، عشان هو فعلا سريع الانتشار. الحاجه الثانيه لانه شرس، العلاقه ما بينه وما بين الرئه علاقه شرسه، هو بيعرف يهاجم الرئه وبيؤدي الى التهاب رئوي حاد، وبيبقى شطارة حضرتك والمناعة بتاعت حضرتك في انها تواجه هذا الالتهاب. يبقى ببساطة شديدة هو كائن ضعيف على فكرة، لو اتساب في الهواء وقع على الارض فترة، المفروض ان هو عمره الافتراضي ما بيسمحلوش ان هو يعيش ويقدر يتنقل، الا لو انسان احده دخل جواه عاش تكاثر وبعدين ابتدى الانسان ده يعدي غيره ويعدي غيره ويعدي غيره. طرق العدوى بالفيروس بيبقى عن طريق الرذاذ. الرذاذ لازم اعطس في وشك او انزل رذاذ من مناخيري او من بقي، وحضرتك كده تاخد الرذاذ ده وتحطه جوه عينك، جوه انفك، جوه بقك. فعلشان كده لو انا واقف على مسافه متر ما بيني وما بينك، الفيروس ممكن ما يتنقلكش، لان المفروض ان الرذاذ ده تقيل وبيقع على الارض. ولكن لو انا وقع على الارض ورحت انا ماسك الحاجه اللي كانت على الارض او مسكت الارض بايدي وبعدين ابتديت العب في عينيا والعب في مناخيري وبقي، هيبتدي ان هو ايه ينتقل. هنا الاسطح اخطر من الملامسه، الاسطح هنا اخطر من الملامسه، لان انا سهل ان انا ابعد مسافه ما بيني وما بين البني ادم اللي انا بتعامل معاه، ولكن صعب ان انا اتحكم في اني ما احطش ايدي على الاسطح المختلفه. طيب الفكره كلها بقى، وانا جمعت لكم القصه هنا، هو في استعداد الشخص. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ينتقل من حضرتك الفيروس ليا وما يظهرش عليا اي شيء. هنا انا ببقى حامل للفيروس، انا ببقى اداه وسلاح فظيع في نقل الفيروس، لان انت اللي قدامي مش عارف ان انا ممكن اكون حامل ليه. الحاجه الثانيه، ممكن تظهر عليا اعراض طفيفه، اعراض خفيفه جدا اللي هي بتبقى زي اي برد عادي. بيقولوا وده كلام كتير جدا في الموضوع ده، ان هو بيتميز عن البرد العادي انه ما بيبقاش فيه الرانينج نوز او اللي هو السيوله اللي بتحصل سيلان في من المناخير، ولكن لا بتحصل في بعض الحالات، فما بيبقاش فيه جزم او ان انا متاكد ان ده مش كورونا، لانه في بعض الحالات يمكن اقل شويه بيحصل عندهم السيلان. الكحه بتبقى ناشفه، ده برضو في معظم الحالات، وخلي بالكم الدراسات على حالات مستجده وبيبتدوا يدرسوا الاعراض اللي بتظهر، فده اللي ظهر على متوسط الحالات. ممكن يكون في اعراض ثانيه مش شبه الاعراض دي خالص، يبقى الشخص عنده كورونا. النزله المعويه، انا ممكن يجي لي نزله معويه عشان انا عندي كورونا فيروس على فكره. وعشان كده من الحاجات برضو المهمه جدا جدا وخطيره في التعامل هي الحمامات.
يعني انا لازم لما ادخل الحمام زي ما موجود في كل حته ما استخدمش ايديا او صوابع ايديا، استخدم كوعي، استخدم ايدي في ان انا ازق، ولازم اغسل ايدي كويس جدا. وهقول لكم ازاي دخل الكورونا فيروس جسمك، يا اما هيؤدي الى اعراض طفيفه، يا اما هيبقى شرس ويبتدي يهاجم الرئه بتاعتك ويبتدي ان هو يؤدي الى التهاب رئوي حاد. هنا لا قدر الله الالتهاب الرئوي الحاد يتطلب ان حضرتك تدخل المستشفى، لانك هيبقى عندك قرشه نفس، عرق غزير، احساس فظيع بانك مش عارف تتنفس، فلازم تتحط على اكسجين، وبالتالي هتحتاج عنايه مركزه. وفي كل العالم ومهما بلغت ثروه العالم فالعنايه المركزه ليها حدود في استقبال المرضى، ما تقدرش تستقبل عدد كبير، ومن هنا الهلع والفزع اللي على الكورونا فيروس، لانه السعه بتاعه الخدمات الصحيه لن تتسع لهذا الكم من البشر اللي ممكن يخشوا فيه مضاعفات. طيب مين الاكثر عرضه لان هم يتعرضوا للكورونا فيروس؟ اول ناس اكثر عرضه بالترتيب كده لا قدر الله اللي عندهم امراض قلب، اللي هم بنسميهم اللي عندهم فشل قلبي، بعد امراض القلب الناس اللي عندها امراض ممكن تكون ليها علاقه بالسكر، بعد كده الضغط العالي، بعد كده الكانسر، يعني الناس دي بتبقى اكثر عرضه، والناس دي اكتر ناس المفروض ان احنا نخاف على نفسنا لو عندنا الاعراض دي. طب الناس الاكبر سنا، طب ليه قلنا الناس الاكبر سنا؟ لان الناس الاكبر سنا دول هم اللي المفروض على حسب الدراسات بتجيلهم النوبات بتاعه الالتهاب الرئوي الحاد، وبالتالي الاكبر سنا او الناس اللي عندها حاجات بتعرضها انه المرض يتملك منها، او الناس اللي عندها امراض تنفسيه اللي هي منها الازمه مثلا، الناس دي لازم تخاف على نفسها كويس قوي وتتبع اجراءات السلامه، ويفضل ان هي تعزل نفسها الفتره القادمه الى ان تمر بينا القصه دي. طيب ايه هي الاجراءات اللي انا اقدر ان انا اعمل بيها وقايه من الكورونا فيروس؟ اول حاجه زي ما قلنا ان الكورونا فيروس هنعمل اجراء اولي، هو ان احنا نبعد عن بعض مسافه متر، سواء بقى اللي قدامي مصاب او مش مصاب. الحاجه الثانيه ان انا المفروض البس قناع ولا ما البسوش؟ لا، هو حضرتك المفروض ما تلبسش قناع الا لو كنت مصاب، المفروض ان حضرتك ما تتعاملش بالقناع الا لو كنت مصاب، بالعكس ده بيقال ان الاقنعه ممكن تكون اداه نقل للمرض لو انا استخدمتها غلط، يعني انا لو حطيتها على وشي وبعدين استخدمتها غلط، لو انا في رذاذ جالي من حد حتى حامل للمرض انا ممكن انقل لنفسي المرض، فاستخدامها على اعمال على بطال ممكن يؤدي الى نقصها، وفي نفس الوقت انا ممكن اكون مش محتاج ان انا استخدمها. طيب فكره ان انا احافظ على الاسطح ليها طريقه حلوه جدا، وان انا اجيب لتر الميه واحط فيه 4 معالق كلور. خدوا بالكم في استبدال معين للكلور، المفروض ان انتم لازم تجددوا الكلور ده كل 24 ساعه، والمفروض ان هو يتحط في حاجه مقفوله، اناء مقفول علشان ما يطرش، والمفروض ان حضرتك لما تستخدمه هتستخدمه جوه بخاخه، الايد الثانيه هتبقى لابس بيها جوانتي وماسك فوطه، الفوطه ما تبقاش موبره، وتمسح الاسطح بالبخاخه وتبتدي ترش على الاسطح بالبخاخه وتبتدي تمسح بالفوطه في اتجاه واحد. بصوا انا بعمل ازاي؟ في اتجاه واحد مش في اتجاهين، يعني ما ينفعش اروح واجي، انت كده بتجدد الايه وجود الفيروس، بتعمل اعاده عدوى. كمان لما بمسح الارض يفضل ان هو يبقى الجردل اللي ليه 2 عين، واحد يبقى فيه ميه بس والتاني يبقى فيه ميه بكلور، وزي ما قلت لكم همسك المساحه وابتدي امسح في اتجاه واحد، ما اعملش في اتجاهين. الرش بتاع الاسطح ده المفروض ان هو يحصل كل فتره طول ما انا قاعد في مكان، كمان مهم جدا ان هو يحصل في الاماكن اللي هو بيعاد استخدامها من قبل ناس كتير، عشان كده في حمله دلوقتي انه يا جماعه انزلوا بالبخاخ بتاعكم اللي فيه ميه وكلور، علشان لو انا مثلا في اي اسطح انا كده بساهم ان هي يحصل لها تعقيم او سيريلايزيشن ورش عليها بالشكل ده. مهم قوي ان انا افهم انه الرش بالميه والكلور ممكن يبقى كافي. طب انا دلوقتي عايزه اغسل ايدي، لازم تغسل ايديك في بعض الـ يعني مهم قوي ان انت تغسل ايديك في بعض السيتويشنز او الاوضاع، ان انا قبل ما امسك الاكل هغسل ايدي، بعد ما امسك الاكل هغسل ايدي، خصوصا الاكلات اللي بيستخدمها او بيمسكها ناس كتير زي الخضار والفاكهه او اللحوم، اللحوم اللي هي ممكن تكون السوائل بتاعتها ناقله للفيروس، فحضرتك المفروض ان انت القطاعه والسكينه اللي انت بتغسل بيها الفاكهه ما تستخدمهاش في غسيل اللحوم، ولازم برضو تغسلها بميه وكلور، تنقع القطاعات والسكاكين في ميه بكلور في بفتره ايه؟ فترة مثلا من 5 لـ10 دقائق، وبعدين تبدا تستخدمها مره اخرى. مهم قوي ان انت لما تغسل الاطعمه تغسلها كويس قوي، وبعدها تغسل ايديك،
مهم قوي 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 ان غسيل الايد يبقى لو انا بتعامل مع حد عنده اي نوع من انواع البرد او انا شاكك ان هو عنده المرض قبل ما اتعامل معاه بشكل مباشر وبعد ما اتعامل معاه. غسيل الايد بيبقى ليه طريقه معينه على فكره، المفروض ان انا بحط الصابون في ايديا وافرك ايديا وبعدين ابتدي اعمل ايدي بالشكل ده وبعدين بالشكل ده وبعدين لازم الصابون يتخلل صوابعي بالشكل ده وبدخل ايديا في بعض بالشكل ده وبعدين لازم اعمل ضوافري بالشكل ده، والموضوع لازم ياخد مني حوالي 20 ل 40 ثانيه. مش كده اقف كده اعمل بالصابونه وخلاص والدنيا خلاص خلصت، لا ده هو ليه الانفكشن كنترول او مكافحه العدوى بيبقى فيه طريقه لغسيل الايدين، لازم كل الصابون يتخلل كل ما هو فيه فجوات بالشكل ده وتقعد تعمل كده، بصوا كده 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 وتعمل كده وتعمل كده وتمسك البالم بتاعك اللي هو سوري قصدي الثامب اللي هو هذا الصباع كده عشان العربي مش جاي معايا خالص مش عارفه ليه باللايف ده بالشكل ده، وبعدين ايه تمسح ايه. طب ينفع استخدم المطهر يعني احطه كده في ايدي وانا مش ماسك ايدي؟ لا، لانه ممكن ما يشتغلش لو حضرتك عندك في دهون على ايدك او في حاجات مش نظيفه جامده، ممكن اصلا السنسيتايزر ده او المطهر ما يشتغلش. يبقى انت محتاج الاول تغسل ايدك كويس وبعدين تحط المطهر وبعدين تمسك جواتي لو هتتعامل مثلا زي ما قلت لك مع مرضى او مع لحوم او مع واتيفر اللي انت هتتعامل معاه. اغسل ايدك كل شويه، اغسل ايدك في كل وقت طالما هتتعامل مع حاجات ممكن تنقل لك المرض او انت ممكن تنقل لغيرك هذا المرض. طيب خلصنا كده، قلنا الناس الاكثر عرضه، الناس لما تيجي تفكر طب الاطفال، لا سبحان الله سبحان الله الاطفال مش عاملين يعني يعني ما فيش كم منهم كبير لا قدر الله بيجيله المرض، ولكن هم بيبقوا يعني حاملين للمرض، يعني ممكن طفل يقدر على الفيروس ولكن بيبقى حامل ليه وممكن ينقله خصوصا لجدوده، عشان كده دايما بيقول لك العلاقه ما بين الحفيد والجد خد بالك منها الفتره دي. كمان الحوامل لسه مش شايفين يعني لا قدر الله مشاكل الحوامل، ولكن لازم ناخد بالنا كويس قوي 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 بقى من حته انه الحامل اصلا فيسيولوجيا وهرمونيا ما بتبقاش في حته طبيعيه، فلازم نحطها كهاي ريسك او كواحده ممكن يتنقل لها هذا المرض.